بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة الكرام إلى فقرة الصرف لمود ليتو. إذا طبعا كنا قد تطرقنا في الفقرة السابقة إلى لمود سيبجونكتيف، قلنا بأن السيبجونكتيف التام مود utilisé pour exprimer la nécessité, un doute, une action incertaine qui n'a donc pas été réalisé au moment où nous nous exprimons. يستعمل من أجل التعبير عن الحاجة، un doute, أو التعبير عن شك، une action incertaine, أو التعبير عن فعل غير مؤكد، يعني أنه ممكن ألا يحدث أو ألا يكون قد حدث. qui n'a donc pas été réalisé, الذي لم يتحقق، au moment où nous nous exprimons، في اللحظة التي نتحدث فيها، في اللحظة التي نعبر فيها. إذن ذكرنا أيضا بأن لو سيبجونكتيف سومبلوا افيك دي فيرب اكسبريمون لونفي، ذكرنا بأن هناك أفعال أن تأتي وتصرف في لو سيبجونكتيف للتعبير عن الرغبة، لو سوي التمني، لو ديزير طبعا أيضا الرغبة، ليموسيون انفعال، لوبليغاسيون إجبار، لو دوت أو لانسيرتيتود يعني الشك أو عدم اليقين. إذا نقول مثلا جيمغي، كما تنشوفوا بأن جيمغي في الكونديسيونيل بريزون، هذا فعل مصرف في الكونديسيونيل بريزون. كما تنعرفوا بأن الكونديسيونيل بريزون حتى هو ممكن يفيد الشك ولكن بطريقة أخرى. مثلا نقول بأن هذا الفعل سيحدث إذا حدث هذا الفعل، لو كنت أعرف لصوتت لك. مثلا جيمغي كيل سوالا، أرغب بأن يكون هنا. طبعا كما تلاحظوا بأن لو سيبجونكتيف كما قلنا أنه تضمن هاد كو، تضمن هاد الأداة كو، إذا بما معناه تقريبا في اللغة العربية أن. إذا إلفو كو تي أي أو زيرجونس، يجب أن، يجب أن تذهب إلى المستعجلات. إذا هنا نتكلم عن لا نيسيسيتي، يعني الإلحاح أو الضرورة أو الحاجة. إلي بوسيبل كيل فيان أونتخا، إذا هو ممكن بأن يأتي في القطار. إذا كما تنشوفوا الشك كيفاش تتعبر عليه، ما تنقولوش أنا بأنه سيأتي إذا أتى القطار مثلا كما قلنا في لو كونديسيونيل مثلا، بل سنقول بأنه ممكن أن يأتي، تنتكلموا على الشك بطريقة أخرى. تطرقنا أيضا إلى لا كونستركسيون دو سيبجونكتيف، تركيب لو سيبجونكتيف. ثم تكلمنا عن لو سيبجونكتيف بريزون، طبعا راينا بان لو سيبجونكتيف انه يتضمن اربعه ازمنه، وتحدثنا عن لو سيبجونكتيف بريزون، قلنا بان لو سيبجونكتيف بريزون اكسبريم اون اكسيون انسيرتان، انه يعبر على واحد الفعل غير مؤكد او انه مشكوك فيه. نقول مثلا جو سويت كيل فيان اون ديسكوتي، إذن أتمنى بأن يأتي لنتناقش فيه، نتمنى أن يأتي للنقاش في موضوع ما. إذن طبعا ممكن أن يأتي وممكن أن لا يأتي، طبعا يأتي الأمر هكذا. إذن كما تلاحظوا بأن لو سيبجونكتيف بريزون أنه تفيد هذا المعنى. طبعا تركيب لو سيبجونكتيف بريزون أننا تنصرف الفعل، تنصرف الفعل مع إيل أفيك أس، يعني مع الضمير هم، مع الضمير هم هم، ثم نأخذ فقط لو غاديكال، ثم نضيف هاد ليتيرمينيزون، ثم نضيف ليتيرمينيزون ديال لو سيبجونكتيف، نضيف أو، نضيف أو أس، نضيف أو، نضيف إي أو إن أس، نضيف إي، نضيف إي أو إن أس، نضيف إي أو زد، نضيف أو إن تي. إذا هادو هما لي تيرمينيزون تنزيدو، هي بحال بخيزون فقط مع نو ومع فو، عندنا إيون وعندنا إيي، هادو خاصنا نحضرو معاهم. طبعا مثلا لو فيغ مونجي كيما تنشوفو نقول جو، إلفو كو جو مونج، يجب أن آكل مثلا. مثلا في البخيزون نقول جو مونج بنفس الطريقة، إلفو كو تي مونج، يجب أن تأكل أو أن تأكلي. طبعا في البريزون نقول
tu manges, أنت تأكل. نضيف نفس للترمينيزون. Il faut qu'il mange, يجب أن يأكل مثلا. Il mange في البريزون نضيف نفس للترمينيزون. لكن معنا نقول Il faut que nous mangions, يجب أن نأكل. لكن في البريزون نقول Nous mangeons, nous mangeons. غتكون عندنا E لأن G لازلنا من بعد منها أو أم إس فقط. إذن غتنطق Nous mangeons. غنزيدو E فقط حتى تنطق هاد G كG ولا تنطق كG. معه نقول Il faut que vous mangiez, يجب أن تأكلوا. ولا نقول مثلا كما في البريزون Vous mangez. مثلا مع il avec s نفس الشيء كما هو في البريزون. اذا نقول il faut qu'il mange. طبعا في البريزون نقول il mange نفس لترمينيزون. اذا اخذنا لو فيرب فينير اذا طبعا ناخذ لو فيرب فينير مع il avec s نقول في البريزون il finis طبعا نحذف او ان تي ثم نضع نفس هذه لترمينيزون. طبعا هي نفسها ديال لو بريزون فقط مع نو او فو نضيف ايون ولا نضيف اون. نضيف اي او ان اس ولا نضيف او ان اس كما في البريزون مع المحافظه على لو راديكال الذي حصلنا عليه مع ايل افيك اس في البريزون. هذا هو الفرق. هذا الفرق الاخر. طبعا اذا طبعا نقول في البريزون ايل فينيس. إذن سنحافظ على هذا لوغاديكال. طبعا تنعرفوا بأن لوغاديكال ديال الأفعال المجموعة الثانية في البريزون تيكونوا عندنا جوج ديال لوغاديكال. نقول جو فيني، نقول جو فيني، تي فيني، إل فيني. هذا غاديكال طبعا نضيف له لترمينيزون خاصة به. ثم معنا نقول نو فينيسون، تيولي عندنا غاديكال آخر فيه هاد دو زاس. نو فينيسون فو فينيسي. Nous finissons, vous finissez, ils finissent, ils finissent. طبعا ناخذ نحن هاد الغاديكال تناخذوا هاد الاحرف اللي ما تتغيرش واللي تنضيفوا لها طبعا لترمينيزون. هذا هو اللي غناخذوه طبعا في حاله لو سوبجونكتيف. اذا سنقول il faut que je finisse نضيف هاد او. il faut que tu finisses يجب ان تنتهي او ان تنهي. طبعا نضيف او اس نقول il faut qu'il finisse نضيف او il faut que nous finissions il faut que nous finissions او مثلا نقول j'aimerais que nous finissions انا اتمنى بان نكمل او ننهي. j'aimerais que vous finissiez احب ان تنهوا مثلا. j'aimerais que vous finissiez votre travail احب ان تنهوا اعمالكم مثلا. qu'il finisse نضيف او ان تي. نفس الامر مع التخوزيام جروب مع بقيه الافعال. طبعا بالنسبه لفعل بارتيغ في البريزون نقول il part مع اخر ضمير. نحذف هاد او ان تي ثم نضيف لها لترمينيزون التي ذكرنا الان. نضيف او مع جو، نضيف او اس مع تي، نضيف او مع il، نضيف اي او ان اس مع نو، نضيف اي او زد، نضيف اي او زد مع فو، نضيف او ان تي مع ال افيك اس او ال افيك اس او ال افيك اس. الان سنرى لو سيبجونكتيف باسي. لومبلوا دو سيبجونكتيف باسي استعمال هاد الزمان. لو سيبجونكتيف باسي اكسبريم اون اكسيون ان سيرتان. اذا هو ايضا يعبر عن فعلين غير مؤكد او مشكوك فيه. سوبوزي رياليزي كما نقول انه مفترض. رياليزي محقق. تنتكلم على واحد الفعل من المفروض يكون تحقق. او مومون او نو نوز اكسبريمون في اللحظة التي نعبر فيها. اذا اكزومبل كمثال جو نو كخوا با كيل اي اشتي سو فيكول. جو نو كخوا با كيل اي اشتي سو فيكول. جو نو كخوا با انا لا اعتقد انا لا اظن كيل اي اشتي. طبعا كما تنشوفوا بان هاد ك دائما حاضره. اذا انا لا اعتقد بانه اشترى سو فيكول هاد المركبه. هاد المركبه انا ما تنعتقدش بانه اشترى هاد السياره مثلا. اذا طبعا بانه اشترى
كاين لي اشتي هذا لو سيبجونكتيف باسي. كما تنشوفو عندنا افوار في لو سيبجونكتيف بريزون تنضيفو له دائما بنفس الطريقه التي ذكرنا فيما سبق لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل. هنا طبعا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل اشتي هو اشتي اللي تنشوفو هنا. اذا جو نو كوا با كي لي اشتي سو فيكول. اذا كما تلاحظوا كيفيه الحصول على لو سيبجونكتيف باسي. طبعا هذا لو سيبجونكتيف باسي تيدل على الشك في واحد الحدث من المفروض انه يكون تم. هنا عندنا مثلا في هذا المثال تنشك في واحد الحدث بان فلان شرى هذه السياره. شرى ماشي تيشري الان مثلا. غمارك اذا كملاحظه كونت اون امبلوا لو سيبجونكتيف باسي دون اون بروبوزيسيون سيبوردوني الوغ لو فيرب de la proposition principale et au présent de l'indicatif. Et dans la même façon que nous avons parlé précédemment, nous utilisons le subjonctif passé dans une proposition subordonnée, dans une proposition subordonnée, pour une expression tabia comme nous l'avons dit, c'est-à-dire qu'il y a une expression qui est la première, la première, je ne crois pas, et puis la deuxième expression, qu'elle est achetée, سو فيكول. هذه العبارة الثانية. إذا طبعا ملي تكون عندنا لو سبجونكتيف في العبارة الثانية التابعة لأن تابعة للعبارة الأولى جو نو كخوا با أنا لا أعتقد. أنا لا أعتقد ماذا؟ إذا علي أن آتي بعبارة أخرى تابعة لهذه العبارة. إذا نتكلم عن بروبوزيسيون سيبوردوني. إذا عندما يكون عندنا كونتون نومبل ولو سبجونكتيف باسي دون زي بروبوزيسيون سيبوردوني alors le verbe de la proposition principale et dans cette حاله الفعل ديال العباره الاساسيه اللي هي عندنا هنا je ne crois pas. اذا طبعا الفعل المستهدف هنا هو le verbe croire. اذا هذا الفعل هذا est au présent de l'indicatif, est au présent de l'indicatif. اذا كما عندنا هنا عندنا le verbe croire je crois, في la négation نقول je ne crois pas, تبقى في نفس الزمن. الان لا كونستركسيون دو سيبجونكتيف باسي. اذا تركيب هاد الزمن لو سيبجونكتيف باسي اي تان طون كومبوزي. اذا هو زمن مركب بحال لو باسي كومبوزي اللي شفنا, بحال لو بليسكو بارفي, بحال لو باسي اونتيريور. يعني تيكون عندنا المساعد وتيكون عندنا لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل. اذا لو سيبجونكتيف باسي اي تان طون كومبوزي. اذا هو زمن مركب. On utilise le subjonctif de l'auxiliaire et d'un stermil le subjonctif de l'auxiliaire être ou avoir et le participe passé du verbe à conjuguer. On utilise le subjonctif de l'auxiliaire être ou avoir تنستعملو طبعا في هذه الحالة للحصول على le subjonctif passé تنستعملو le subjonctif de l'auxiliaire être ou avoir. المقصود أننا تنستعملو le subjonctif présent de l'auxiliaire être ou avoir. ثم نستعمل بعده et le participe passé du verbe à conjuguer. ثم نأتي بلو participe passé للفعل مراد تصريفه au subjonctif passé. Exemple, امثلة, il faut qu'il soit parti avant midi. يجب أن يكون قد ذهب avant midi قبل منتصف النهار. Il faut qu'il soit parti. يجب أن يكون انطلق avant midi قبل منتصف النهار. طبعا ميدي هو منتصف النهار. il faut qu'il soit parti. يجب أن يكون قد انطلق avant midi قبل منتصف النهار. يجب أن يكون انطلق avant midi قبل منتصف النهار. إذن كما قلنا il faut qu'il soit parti avant midi. إذن العبارة اللي فيها هاد أن اللي عندنا هنا كو ان في الغالب تتجيب لنا لو سيبجونكتيف يا باسي او بريزون. جو دوت كيل ايكري, جو دوت كيل ايكري سي لتر, جو دوت كيل اي ايكري سي لتر. هنا طبعا كما تلاحظوا بان هناك نوعيه من الافعال هي اللي تتجيب بعد منها هاد كو واللي تتستوجب طبعا حصول لو سيبجونكتيف. كما عندنا هنا il faut que,
Je doute que, j'aimerais que, il y a des dialogues. Je doute qu'il ait écrit ses lettres. Je doute qu'il ait écrit ses lettres. هذا le subjonctif ديال avoir ديال l'auxiliaire avoir. إذا نقول مثلا il faut que j'ai يجب أن يكون عندي. Il faut que j'ai ces matériaux. Ces matériaux. يجب أن يكون عندي هذه الأدوات مثلا. إذا مع il نقول qu'il ait. Qu'il ait. مثلا نقول بأن يكون عندهم. هذه ديال الملكية. إلى جنب بعد منه اسم. هنا طبعا نتكلم عن avoir تيجي من بعد منه لو بارتيسيب باسيل الخاص بالفعل. إذا هو كمساعد. أوكسيليير. Je doute qu'il ait écrit ses lettres. Remarque. Comme la hada, avec les verbes pronominaux, on emploie toujours l'auxiliaire être. طبعاً في جميع الأزمنة المركبة فيما تنشوفوا les verbes pronominaux اللي تتكون عندها se مثلاً le verbe se lever, le verbe se laver, مثلاً le verbe se battre. إذا نتكلم عن أفعال عندها se, إذا نتكلم عن les verbes pronominaux. إذا هذه الأفعال تتصرف في الأزمنة المركبة مع être. Exemple, amtila, je ne crois pas qu'il se soit lavé. Je ne crois pas qu'il se soit lavé. Idan ana ashuk, ana la a'taqidu bi annahum ghassalu anfusahum. Ana la a'taqidu bi annahum istahammu matalan. Je ne crois pas qu'il se soit lavé. À la voix passive, taban natkellem houna an al mabni lil majhoul. تنتكلم على لفوا اكتيف كما نقول المبني للمعلوم لفوا باسيف يعني المبني للمجهول داك المفعول به تيولي في بلاصه الفاعل جو مونج اون بوم انا اكل تفاحه ممكن اقول لا بوم اي مونجي هذه لا بوم اي مونجي التفاحه اكلت هذا لفوا باسيف اذا لفوا باسيف اون يوتيليز لوكسيليير اتر au subjonctif passé. تنستعمل l'auxiliaire être au subjonctif passé. هذه حالة طبعا غنشوفوها مع باقي الأزمنة. Exemple كمثال je doute que tu aies été surpris. هذا le subjonctif passé ديال le verbe surprendre. Je doute que tu aies été surpris. ولكن à la voix passive. إذا أنا أشك بأنك أنت فوجئت par cette nouvelle خلال هذا الخبر أنا أشك بأنك فوجئت بهذا الخبر Je doute que tu aies été surpris par cette nouvelle L'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être طبعا في الصرف ديالو في le subjonctif présent نقول Il faut que j'ai Il faut que tu aies طبعا نتكلم عن l'auxiliaire avoir Il faut qu'il ait, il faut que nous ayons, il faut que vous ayez, il faut qu'il ait, il faut qu'il ait. L'auxiliaire être, نقول, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. طبعا سواء استعملنا l'auxiliaire être ou avoir, دائما نضيف له le participe passé du verbe à conjuguer. كما عندنا هنا. إذا نستأنف في الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله